السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في درس جديد من دروس تعليم البرامج الهندسية. هذا الشرح سيكون بعنوان طريقة عمل عدة مشاهد من مشروعك وحفظها والتنقل فيما بينها بطريقة مبسطة. لدي هذا المخطط. فرضا أريد أن أقوم بحفظ مجموعة من المشاهد الخاصة بي، مثلا أريد أن أقوم بحفظ 3 مشاهد، مثلا المستشفى، كذلك أذهب إلى المصنع، ثم في الأخير أقوم بحفظ المقبرة. هذه هي المقبرة. جميل. أقوم بعمل زوم إكستنس، بعد ذلك أذهب إلى فيو، ثم أذهب إلى نيو فيو. ستظهر لنا هذه النافذة. يمكن عمل إطالة لها من خلال هذا السهم، لكن نحن لا نريد هذه الخصائص. سأقوم بإغلاقها من هنا أو إخفائها من هنا. يمكن كذلك الوصول إلى هذه النافذة عن طريق الحرف في إنتر. ستظهر لنا هذه النافذة. نأتي إلى هنا إلى نيو. لاحظوا من هنا يمكننا إضافة مشهد جديد. مثلا أبدأ بالمشهد الأول وهو المستشفى. مثلا أقوم بكتابة هوسبيتال. من هنا أختار الترانزيشن الذي أريده، مثلا أختاره في حالتها الديفولت ستيل. من هنا أختار النافذة، أضغط على هذه الأيقونة Define New Window، أختاره من هنا وأذهب إلى منطقة المستشفى. مثلا هذه المنطقة هكذا، أختار النافذة هكذا، أضغط Enter. أوكي. الآن لاحظوا تم إضافة الهوسبيتال إلى هذه القائمة. أوكي. كذلك أذهب إلى هذه القائمة، لاحظوا تم إضافته من هنا. أقوم بعمل زوم إكستنس. لو أتي إلى هنا كذلك إلى هذه القائمة طب، أضغط عليها، أذهب إلى Custom Model Views، لاحظوا كذلك تم إنشاؤه من هنا. لو أختار Hospital، لاحظوا كيف تم الانتقال مباشرة إلى المشهد الذي قمت بحفظه. أقوم بإنشاء مشهد آخر New View، مثلا هذه المرة أقوم بإنشاء مشهد خاص بالمصنع Factory هكذا. من هنا أختار أي Transition، مثلا أختار Cinematic، أختار من هنا النافذة، أذهب إلى المستشفى، عفوا إلى المصنع، أختار مثلا هذه النافذة هكذا، إنتر. أوكي. لو أتي إلى هنا لاحظوا كذلك تم تكوينه فاكتور. أقوم بإنشاء مشهد آخر، أقوم بإدخال الحرف V، إنتر، نيو. مثلا هذه المرة أقوم بإنشاء مشهد خاص بالمقبرة سيمي تري. أختار الترانزيشن الأخير أو الفيو تايب، أختار مثلا الأخير، أختار النافذة وأذهب إلى المقبرة هنا، أختارها هكذا مثلا، إنتر. أوكي. كذلك لاحظوا تم إضافتها هنا، أضغط على أوكي، أقوم بعمل زوم إكستنت. الآن لاحظوا عندما أتي إلى هنا Custom Model Views، مثلا أذهب إلى المقبرة، لاحظوا كيف تم أخذنا مباشرة إلى المقبرة دون عمل بان أو زوم، يعني تم حفظ المشهد. أتي إلى هنا، أختار الخيار، أذهب إلى المصنع فاكتوري. لاحظوا كذلك كيف تم أخذنا مباشرة إلى المصنع فاكتوري Custom Model Views. أذهب إلى الهوسبيتال، كذلك لاحظوا كيف تم أخذنا مباشرة إلى المشهد الخاص بالمستشفى. يمكن كذلك التعديل على هذه النوافذ. أذهب إلى View Manager، مثلا أقوم بالتعديل على المستشفى أو على المقبرة. أتي إلى Edit Boundaries، مثلا أقوم بتكبير النافذة مثلا هكذا، إنتر، أضغط على OK. الآن لو أذهب إلى هنا Top Custom Model Views، أذهب إلى المستشفى أو إلى المقبرة، لاحظوا كيف تم تحديث الحدود الخاصة بهذه النافذة. كذلك يمكننا التنقل بين هذه المشاهد التي قمنا بإنشائها عن طريق الاختصار VGA، لكن يجب إدخال التسمية الخاصة بالمشاهد بالضبط. أتي لهنا VGA، أضغط إنتر، مثلا أقوم بالذهاب إلى المستشفى Hospital، أقوم بكتابة Hospital، إنتر. لاحظوا كيف تم أخذنا إلى المستشفى بالضبط. VGA، إنتر، مثلا Factory، إنتر. لاحظوا كيف تم أخذنا مباشرة إلى المصنع. باختصار هذا هو الدرس. لا تبخلوا علينا بدعائكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.